يقول لفضيلة الشيخ: وإن ماتت المرأة هل على أولادها شيء؟ إذا ماتت المرأة إن كان لها تركة فيخرج من تركتها مقدار الكفارة، أما إذا لم يكن لها تركة وأراد أحد من أقاربها أن يصوم عنها فلا بأس، هذا شيء طيب. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ الوداع للحج فقط، الوداع إنما يجب في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الحجاج، أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ونهى أن ينفر أحد حتى يطوف بالبيت، هذا في الحج. أما العمرة فلم يرد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين أن يطوفوا للوداع، لكن من طافها من باب الاحتياط فلا بأس، أما الوجوب فلا يجب في العمرة طواف وداع. نعم.